توجهت قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان إلى قرية أبو الحديد التابعة لمركز منشأة القناطر من أجل تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهل القرية. ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقدم القافلة الرعاية والتوعية لمرتادي هذه العيادة فضلا عن تحويل عدد منها إلى مستشفيات جامعية في جامعة القاهرة لطب الأسنان باعتبارها أحد الشركاء لحياة كريمة، وتقدم كافة الخدمات للمواطنين مجانا ودون قوائم انتظار. القافلة دي هي قافلة طالعة بعربية متنقلة فيها عيادة أسنان متنقلة عندنا موجودة في الكلية. ده جزء من دورنا المجتمعي اللي هو ان احنا بننفتح على المجتمع ونشوف بنقدم خدمات علاجية للناس في أماكنهم. ده بالتعاون مع حياة كريمة، عاملين بروتوكول تعاون معاهم الحقيقة، ودورهم الحقيقة فادنا كتير جدا في ان احنا نختار الأماكن اللي فعلا محتاجة، لان احنا كان زمان القوافل دي مش موجهة، يعني كانت بتروح نفس المكان بيكرر، فما كانش في استفادة عظمى. قوافل الطبية احنا بنستهدف القرى الاكثر احتياجا او اللي بتبعد عن تمركز الخدمات الطبية في المراكز. النهاردة القافلة بتأتي من ضمن القوافل المتخصصة، كنا قبل كده بنطلق القوافل الشاملة في كافة التخصصات، انما احنا اتجهنا لاتجاه تاني بالتوازي مع القوافل الطبية الشاملة بنعمل القوافل المتخصصة. فالنهاردة احنا عندنا قافلة طبية لطب الأسنان متخصصة في كافة فحوصات طب الأسنان. موجود قافلة النهاردة طب الأسنان، الكشف بالمجان والعلاج بالمجان. الناس اللي محتاجة جراحة هيتم تحويلها، والناس برضو الأطفال والكلام ده هياخدوا هدايا زي معجون أسنان وفرشة أسنان وكل حاجة بالمجان الحمد لله.